السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مراجعة على الوحدة الثانية لبعض الدروس في الوحدة الثانية. هناخد أول درس معانا، هنراجعه مع بعض، درس مفهوم الدين. هنفهم من درس مفهوم الدين، هنعرف إيه هو منهج الدين في الحياة، وإيه هو مفهوم الدين الصحيح في الإسلام. طيب، اللي انا هخطط عليه يا حبيبة، لو معاكي الكتاب خططي عليه عشان نفهمه مع بعض. ثانية يبقى مفهوم الدين في التصور الإسلامي. ايه هو مفهوم الدين في التصور الإسلامي يا حبيبة؟ لو جالنا سؤال وقال لنا ما هو مفهوم الدين في التصور الإسلامي، هو المنهج السماوي الذي ينظر كل أمور الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. طبعا إحنا مش هنقول كل ده، هنقول هو المنهج السماوي الذي ينظم كل أمور الحياة للإنسان. يبقى إيه هو مفهوم الدين في التصور الإسلامي، أو إيه هو الدين في التصور الإسلامي؟ هو المنهج السماوي الذي ينظم كل أمور الحياة، والدين هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى نزل على نبي من الأنبياء. يعني كان كل نبي من الأنبياء كان ربنا بينزل عليه جزء من الدين ده عشان يوصله لقومه. يبقى الدين هو وحي من عند الله نزل على نبي من الأنبياء لينظم حياة الناس. تمام؟ تمام يا مس طيب، فمن اتبعه كان مؤمنا وفاز في الدنيا والآخرة، ومن انحرف عنه أو كذب به فقد باء بغضب من الله. اللي أنا هخطط عليه بس هو المهم في الدرس، أو اللي احنا المهم إن احنا نحفظه، لكن بقية الدرس هنشرحه مع بعض برضو وهنفهمه عشان لو جالنا سؤال فيه. تمام؟ تمام يا مس طيب، فسألت سؤال هنا العلا وقالت: هل تعتبر العقائد غير الربانية والفلسفات البشرية ديانات لمن يتبعونها؟ في طبعا ناس مش بيؤمنوا، مش مسلمين، وطبعا مش بيؤمنوا بالقرآن والسنة، فهل ده العقائد البشرية بتاعتهم تعتبر دين من الأديان؟ لا زي مثلا الشيوعية، احنا قلنا ان الشيوعية دي العقيدة بتاعتها عبارة عن ايه؟ يبقى الشيوعية ليها تصور اعتقادي بشري. يعني ايه تصور اعتقادي بشري؟ يعني كل حاجة هم بيؤمن بي 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 بيتبعوها في دينهم، زي مثلا احنا بنتبع القرآن والسنة، احنا عارفين ان القرآن والسنة دي حاجات سماوية، مش احنا ملناش تدخل اي تدخل فيها، لكن هم بقى العقائد اللي هم بيتبعوها دي عقائد بشرية، هم اللي مؤلفينها وهم هم اللي مبتدعينها. خدي هنا، مني كله هنا وهشوف تاني. يبقى مجرد عقائد الديانات الأخرى دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجة لها تصور اعتقادي بشري يقوم على إنكار وجود الله. اللي هي الشيوعية دي لها تصور اعتقادي بشري، يعني كل معتقداتهم حاجات متصورينها البشر، مش حاجة نازلة لهم من السماء. فطبعا احنا قلنا ان الشيوعية دي النظام بتاعها انهار مع مرور الوقت، لأن هما النظام بتاعهم كان قايم على إيه؟ على إنكار وجود الله. وزي ما قلنا إن في فرق ما بين الشيوعية والشيعة. الشيوعية دي كان نظامها نظام أو تصور اعتقادي بشري، تمام؟ حطي خط تحت كلمة بشري، يقوم على إنكار وجود الله وأن الحياة مادة. أما بقى التصور الإسلامي للدين، هو المنهج السماوي، وبرضه حطي خط تحت كلمة المنهج السماوي، الذي ينظم كل أمور الحياة السياسية. تمام يا
طيب، أضافت المعلمة: هنا أريد أن أوضح حقيقة مهمة في التصور الإسلامي، وهي أن دين الله واحد هو الإسلام، ويعني إخلاص العبادة لله سبحانه والاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعبودية. يبقى إيه هو معنى الدين في الإسلام؟ أن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. للعبادة لله سبحانه وتعالى والاستسلام له بالتوحيد. يبقى إحنا كمسلمين بنعمل إيه؟ بنعبد ربنا سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نشرك به شيئا، وبنوحد الله. يعني إيه بنوحد الله؟ يعني بنؤمن بأن الله واحد لا شريك له، ولا شيء إيه؟ ولا شيء مثله، وليس له شريك في الملك، وبنخلص العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد أنزله الإسلام ده بقى، والدين ده ربنا أنزله على كل الأنبياء، من أول آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني دين الإسلام ده ما تغيرش خالص من أول آدم عليه السلام إلى إيه؟ إلى سيدنا محمد. يعني مثلا ما كانش منزل ربنا ما نزلش دين على سيدنا آدم فما نفعش فغيره ونزل دين تاني على سيدنا إبراهيم فما نفعش فنزل دين تاني على سيدنا محمد. لا، الدين الإسلام ده الدين اللي ربنا نزله من على جميع الأنبياء، من أول سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين. واللي بيأكد لنا كده إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وفي آية تانية بتقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي يعني من يطلب غير دين الإسلام دينا فهو في الآخرة من إيه؟ من الخاسرين. طيب، من هنا نفهم إن الدين الذي أنزله الله على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى عليهم السلام جميعا كان هو الإسلام. وناخد هنا بقى حاجة مهمة جدا برضو بيجيلنا فيها سؤال: إن الإسلام هو دين الله الذي أرسله على رسله لهداية أقوامهم، فكان بينزل جزء من دينه الواحد على كل رسول ليصلح شأن قومه. عايزاكوا تركزوا في الجزء ده كويس قوي. ربنا سبحانه وتعالى لما كان بينزل الرسالة على نبي من الأنبياء، كان بينزل في الرسالة دي جزء من الدين، مش الدين كله، على حسب بقى الموقف، على حسب الموقف بتاع القوم دول، أو على حسب الظروف اللي هما كانوا فيها، أو على حسب الحاجة اللي هما كانوا بيعبدوها. فكان بينزل على كل نبي. هنا لو سمحتي، أنا فكان بينزل على كل نبي جزء من الدين ده، ما كانش بينزل عليه أكتر من كده. طيب، كان بينزل على كل نبي جزء من الدين ده ليه؟ لهداية قومه فقط، ليصلح قومه. يبقى كان بينزله على سيدنا إبراهيم، تمام يا رهف، كان بينزله مثلا على سيدنا إبراهيم، كان بينزل عليه جزء من الدين عشان يصلح قومه اللي هم قوم سيدنا إبراهيم. وكان بينزله على مثلا هود عليه السلام جزء من الدين عشان يصلح شأن قومه. أما بقى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الدين الرسالة الشاملة، نزل عليه الدين كله وليس جزء منه، ليصلح البشرية بأكملها. تمام؟ ليصلح إيه؟ تمام. البشرية بأكملها. رهف، إحنا أيوة أخدنا الدرس ده، بس عشان أنت محضرتيش معانا من أول حصة، إحنا بنراجع لغاية ما أخدنا، عشان عندنا امتحان إن شاء الله الأسبوع الجاي. تمام؟ فالرسالة الخاتمة الشاملة أنزلت على سيدنا مين؟
محمد صلى الله عليه وسلم. برافو عليك. وهنا بنوضح او ربنا بيوضح لنا في القرآن، بيقول وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. والله انزل دينه وشريعته ومنهجه على عباده لينظموا امور حياتهم على اساس هذا الدين. يبقى ربنا انزل لنا الدين ده ليه؟ عشان ننظم بيه امور حياتنا كلنا على اساس ايه؟ هذا الدين. افهم من هذا ان دين الله هو منهج الله تعالى الذي انزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القران والسنه. يبقى دين ربنا ده هو الدين اللي ربنا شرعه لنا في القرآن والسنة ليه؟ ليهتدي به المسلمون في شتى شؤون حياتهم، ولكي يعمروا هذا أو هذه الدنيا. ثانية واحدة، خليكم بي. تمام يا مس. يبقى باختصار نعرف إن منهج الله سبحانه وتعالى ربنا عطاهولنا عشان نهتدي به في شتى أمور حياتنا، وعشان نعمر به هذه الدنيا. طيب نبدأ بقى نحل تدريبات عليه. ثواني هجيب بس تدريبات كتاب بس الدرس خلص. كده. احنا أخدنا أهم حاجة فيه، أهم الأسئلة اللي يعني بتتكرر في الامتحان، وهنحل عليه تدريبات دلوقتي. لو في أي سؤال وقف معانا برضه هنرجع نحفظه تاني. ثواني بس طيب هجيب الصفحة بتاعة كتاب الأضواء. انتوا معاكم كتاب الأضواء صح؟ لا معاكم كتاب ايه؟ هو انا اصلا مش معايا كتاب، بس الصراحة طيب مسماها مش عارفة. رأى في مسألة اللي مع الأضواء. ثانية بس بنزل الصفحة. انتوا ظهر لكم حاجة هنا على ال أيوة يا مس، تدريبات كتاب المعلم. يلا بينا نحل الصفحة دي. حللناها مع بعض قبل كده الصفحة دي. تقريبا ايوه يا مس. حللتي معايا الصفحة دي قبل كده؟ رعب في الكتاب عندك؟ صفحة 45. هو مثلا احنا حليناها، انا فاكره ان حلينا الاسئله دي قبل كده. طيب كده كده هنحلها، عشان دي الأسئلة اللي متطبقة على الدرس، عشان نبقى طبقنا أسئلة على الدرس، لأن مفيش أسئلة تانية غيرها. طيب لو انتي تمام. الدرس محلتش يلا بينا نحلها. يلا أول سؤال. في التصور الاسلامي هو المنهج البشري الذي ينظم كل امور الحياه. لا غلط، ليه السماوي بقى؟ المنهج. برافو عليك. يلا السؤال اللي بعديه يا رهف. بيقول الدين وحي من عند الله نزل على نبي من الأنبياء. هو في مشكلة عندك في المايك يا رهف؟ أمس هي دايما لما بتدخل من هو الجهاز دول بتقول ان هو المايك عنده بايظ، والتاني اختها بتبقى بتاخده عشان بيبدلوا سوا يعني. الدين الوحي من عند الله نزل على نبي من الأنبياء، هي الإجابة صح، لأن هو قصده إن هو نزل على كل الأنبياء. يلا السؤال اللي بعديه يا
يا حبيبة؟ الشيوعية ودي بشري يقوم على إنكار وجود الله. صح. يلا اللي بعده. الإسلام يعني إخلاص العبادة لله والاستسلام له بالتوحيد والانقياد له. تمي برافو. كده. يلا يا حبيبة. من انحرف عن الدين أو كذب به فقد بقى بغضب الله. برافو. الله كان ينزل جزء من دينه الواحد على كل الرسول ليصلح شأن إيه؟ برافو يا رهف، ليصلح شأن قومه. الرسالة الخاتمة كانت رسالة الإسلام. برافو. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. اللي هو إيه رهف؟ كتاب الله وسنتي. طيب يلا إن الدين عند الله الإسلام. يلا السؤال اللي بعديه. إن الدين عند الله الإسلام. برافو عليك يا حبيبة. يلا يا رهف السؤال اللي بعديه. اقتدت ايه الله؟ اقتدت حكمة الله ارسال الرسل الى ايه؟ الى الناس لتهديهم الى ايه؟ برافو. قولي لي يا حبيبة ما مفهوم الدين في التصور الإسلامي؟ هو كتاب سماوي ينظم كل أمور الحياة. هو المنهج، هو المنهج مش كتاب، هو المنهج السماوي الذي ينظم كل أمور الحياة. ده معنى الدين في التصور الإسلامي يا رهف. احنا لا قلنا بس معنى الدين أضع السؤال الثاني مثلا تقول سؤالها، ما الباعث على العقيدة الدينية في نظر الإسلام؟ أنت قصدك على السؤال ده؟ تمام. بيقول لنا هنا إيه هو اللي يعني الباعث ده، يعني إيه اللي بيدل على، زي مثلا إيه اللي بيدل على العقيدة الدينية في نظر الإسلام، أو إيه هي الحاجات اللي أنزلت بتدل على العقيدة الدينية في نظر الإسلام. عملتي إيه؟ ثانية واحدة خليكم معايا معلش. ماما كانت عذرا. أنا أوفي طيب تمام. أنا كنت طب تمام روحي. زي ما قلنا ايه هو الباعث على العقيدة، يعني ايه هو التصور او ايه هو منهج الاسلام او ايه هو اللي بيدل على الدين في نظر الاسلام. زي ما قلنا ان التصور الاسلامي هو المنهج، ان الدين هو المنهج السماوي
اللي ربنا بعته في القرآن والسنة. تمام. لا طيب الدرس ده عندكم فيه أي سؤال قبل ما ندخل في الدرس اللي بعده بسرعة؟ لا يمس. طيب ندخل للدرس التاني، بيتكلم عن ثانية نشوفه. ثانية نشوفه. بيتكلمنا عن إن التوحيد أساس الحرية. الدرس الثاني بيتكلم عن إيه؟ إن التوحيد أساس الحرية. هنتكلم في الدرس ده عن إزاي إن إيه هو التوحيد. مين يقول لي إيه هو التوحيد؟ إيه هو التوحيد يا حبيبة؟ ممكن بس أول حاجة يعني عشان أنا أصلا مش فاكرة أوي، بتقولي ايه يا حبيبة؟ أول حاجة منه إيه عشان أصلا نسيت. التوحيد يعني ايه؟ ايه هو التوحيد؟ ان احنا نوحد الله يعني ايه؟ خلاص لعبادة الله، طيب زي ايه مثلا؟ ان احنا نؤمن بايه؟ بالكتب والملائكة والرسل واليوم لا الآخر التوحيد، التوحيد، التوحيد ده ليه معنى واحد بس، ملوش اي معنى تاني. التوحيد ان هي نؤمن بان الله واحد لا شريك له، ولا شيء ايه، ولا شيء مثله. التوحيد بان احنا نؤمن بان الله واحد لا شريك له، وانه لم يلد ولم يولد، ولم يكن له ولم يكن له كفوا احد. هو ده التوحيد، هو ده معنى التوحيد. تمام. يبقى ايه هو التوحيد؟ هو نؤمن بالله وحده، ونؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وأنه لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هو ده معنى التوحيد. والتوحيد برضه ليه معنى تاني، هو إيه؟ الخاصية. التوحيد هو الخاصية البارزة في كل الأديان السماوية. يبقى إيه الأديان السماوية كلها اللي ربنا أو أي حاجة ربنا أنزلها من السماء، أو كل دين كان بيدعو بيها الأنبياء، أول حاجة كان بيدعو بيها الأنبياء كانت إيه؟ خاصية التوحيد. زي ما قلنا منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا أول حاجة بيدعو بيها هي إيه؟ هي التوحيد. يبقى التوحيد، معنى التوحيد هو أن الله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والتوحيد هي الخاصية البارزة في كل الأديان السماوية. يبقى التوحيد هي الخاصية البارزة في كل الأديان السماوية. وهنقول إن كل الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيدعوا إلى إيه؟ إلى خاصية التوحيد. طيب في سؤال هيجينا هنا، نركز مع بعض. إيه هو معنى أو إيه هو الإسلام بمعناه العام؟ إيه هو الإسلام بمعناه العام؟ الإسلام هو إسلام الوجه، أو إسلام الوجه لله وحده، واتباع منهج الله وحده في كل شؤون الحياة. ركز تاني في السؤال ده، إيه هو الإسلام بمعناه العام؟ هو إسلام الوجه لله وحده، واتباع منهج الله وحده في كل شؤون الحياة. تمام. يبقى هو ده معنى الإسلام بمعناه العام. طيب بيقتضي بقى على المسلم إيه يعمل، إيه اللي يعمله في خاصية التوحيد؟ لو جالنا سؤال وقالنا ماذا يقتضي على المسلم فعله في التوحيد لله سبحانه وتعالى، يقتضي على المسلم إفراد الله عز وجل بخصائص الألوهية في تصريف كل أمور الحياة. يبقى ماذا يقتضي على المسلم فعله؟ إفراد الله تعالى عز وجل
بخصائص الألوهية في تصريف كل أمور الحياة. تمام؟ تمام يا مس. إزاي بقى؟ إيه هو معنى الإجابة اللي إحنا جاوبناها؟ يعني إيه بنفترد بالله وحده في خصائص الألوهية؟ يعني إيه السؤال ده؟ أو إيه هو معنى الإجابة دي؟ أو يعني إيه أنا أقتدي؟ أو المفروض إن أنا أنفرد بربنا سبحانه وتعالى، أو أفرد ربنا سبحانه وتعالى بخصائص الألوهية، بإن أنا أبقى مقتنع بإن ربنا هو واحد ولا شريك له، وإن هو الرازق، هو اللي هيرزقني، مفيش حد تاني هيقدر يرزقني غيره، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هو اللي هينفعني، مفيش حد هينفعني تاني غيره، مينفعش إن أنا أستعين بأي حاجة من البشر غيره، مينفعش إن أنا أروح أستعين بأي حد غيره أو أطلب النفع والضرر أو الرزق من أي حد تاني غيره، لأن ده هيبقى هيكون مخالف لخاصية التوحيد. إزاي يكون أنا بوحد الله سبحانه وتعالى وبقول إن ربنا واحد لا شريك له، وأنا في نفس الوقت بروح أطلب الاستعانة والعون من حد غيره؟ هو في حد بيروح يطلب الاستعانة والعون من حد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ أيوه، ده اللي بيروحوا بيدعوا في الأولياء، وبيدعوا في الأضرحة، وبيروحوا المزارات اللي هما بيروحوا يزوروا، ومش عارفة سيدي مين ومش عارفة مين، عشان خاطر يدعوه إلى عبادة الله وحده. كل ده حرام، لأن احنا كده ما بنفرش ربنا بخصائص الأمور العبودية. ثانية واحدة. فلازم ان احنا نكون مقتنعين بان ربنا واحد لا شريك له، ما ينفعش ان احنا نطلب الاستعانة من اي حد في البشر غيره، او ان احنا نطلب العون من اي حد غيره، ونبقى عارفين ان ربنا هو اللي هيرزقنا، هو النافع وهو الضار، وهو المتصرف في كل شؤون الكون. تمام كده يا بنات؟ تمام يا مس. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن التوحيد والحرية. طيب ايه الكلام بقى، يعني ايه اللي في الكلام اللي احنا اتكلمناه ده بيخص الحرية؟ احنا كل ده بنتكلم في التوحيد، ايه بقى اللي في الكلام اللي احنا اتكلمناه ده بيخص حرية الانسان؟ لما الانسان بيطلب الاستعانة من ربنا وما بيؤمنش بحد غير ربنا، وبيوحد ربنا سبحانه وتعالى، هو كده اتحرر من سلطان العباد إلى سلطان الله الواحد الأحد. يعني أنا لما بروح أطلب العون مثلا من حد من الأولياء، أو من زي ما هما بيقولوا الأسياد، أو زي ما هما بيقولوا كده، يبقى هو كده بقى عبد للشخص ده اللي هو إنسان زيه زيه. لكن إن أنا أترك الناس دي كلها وأترك الحاجات دي كلها وأستعين بالله رب العالمين، يبقى كده أنا بقيت إنسان متحرر، بقيت إنسان متحرر من حرية، من سلطان العباد إلى سلطان إيه؟ إلى سلطان الله الواحد الأحد. يبقى أنا لما أؤمن بالله وما استعينش بحد غير ربنا، وما أطلبش أي حاجة غير من ربنا، يبقى أنا كده إنسان متحرر، أو بتحرر من العبودية للعباد، وذلك بعبادة رب العباد الله الواحد الذي لا شريك له. يبقى نقرأ هنا اللي بيدل على كده، بيقول إن الإنسان إذا استقامت عقيدته على الوحدانية لله استقامت حياته على متطلباته، فإن هذا يعتبر تحريرا له. لما الإنسان بيستقيم على حرية أو على توحيد الله، ده بيعتبر تحريرا له، لأن إنسانية الإنسان لا توجد حقيقة إلا حين يتحرر ضميره واعتقاده، ويتحرر حياته من سلطان العباد إلى سلطان الله الواحد الأحد. تمام؟ وبيقول لنا إن الناس في المجتمع الإسلامي يسير على منهج الله، بيتحرروا من عبودية العباد، وذلك بعبادتهم لله الواحد الذي لا شريك له. يبقى كده التوحيد مرتبط بإيه؟ مرتبط بالحرية ولا لأ؟ أيوة يا مس. يبقى التوحيد مرتبط بالحرية، إن الحرية هي أثمن ما جاء به الإسلام،
فالتوحيد قرين الحرية. يبقى لو جالنا سؤال قال لنا التوحيد قرين الحرية ولا لأ، هنقوله صح ولا غلط؟ لو قلنا ايه بس؟ لو جالنا سؤال قال لنا التوحيد قرين الحرية، يعني هو والحرية واحد، يبقى الإجابة صح ولا غلط؟ صح. يبقى الإجابة صحيح. طيب، وشهادة أن لا إله إلا الله هي إعلان ميلاد الإنسان الحر الذي يسجد لله وحده. يعني أول ما الإنسان بيشهد أن لا إله إلا الله ويعمل بذلك، فكده بيعلن إيه؟ بيعلن حريته وبيعلن ميلاد الإنسان الحر. ويخشى الله وحده، ولأن المسلم الحر فهو يشعر نفسه بعزة الإسلام وكبرياء الإسلام، لأنه يملك عقيدة التوحيد التي تحرر الناس من العبودية لغير الله. طيب، كده نكون خلصنا تاني درس معانا، نحل عليه أسئلة كتاب. هنحل عليه الأسئلة دي. يلا أول سؤال يا حبيبة. الله واحد لا شريك له. صح. التوحيد خاص بدين محمد دون سائر الأديان يا رهف. غلط، لأن كل الأديان السماوية اللي أنزلت مع الأنبياء من أول آدم إلى محمد عليه السلام دعت إلى إيه؟ دعت إلى التوحيد. طيب، يلا السؤال اللي بعده حبيبة. لا نافع ولا ضار ولا رازق إلا الله. صح. يلا السؤال اللي بعديه. التوحيد قرين الحرية. غلط، احنا لسه قايلينها. راح يبقى الإجابة صح. احنا قلنا إن التوحيد قرين الحرية، إن الإنسان لما بيوحد الله كده بي إيه؟ كده بي بي بيتحرر من سلطان العباد إلى سلطان رب العباد. طيب، ما هو التوحيد وما الذي يقتضيه هذا التوحيد من المسلم يا حبيب؟ التوحيد هو أن تؤمن أن الله واحد لا شريك له. مثلا عن إيه وماذا يقتضي هذا التوحيد من المسلم؟ احنا قلنا يقتضي على المسلم إيه؟ بيفيده بإيه يعني؟ اللي احنا علمنا عليه، قلنا يقتدي على المسلم اهو تاني، يقتدي على المسلم. شايفاها؟ هي مش موجودة. يقتدي على المسلم إفراد الله عز وجل بخصائص الألوهية في تصريف كل أمور الكون. يبقى يقتدي على المسلم إفراد الله عز وجل بخصائص الألوهية في تصريف كل أمور الكون. تمام يا ناس. صنف من الناس يؤمنهم الله ولا يخيفهم. استشهد بهذا بآية قرآنية وردت في الدرس. في آية قرآنية وردت في الدرس نستشهد بيها. لو مش عارفاها قولي مش عارفاها وأنا أقولها لك يا رهف. عارفاه رأف ولا لأ؟ برافو عليك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثانية واحدة. ترجمة
حد معاه الصفحة بتاعة تدريبات كتاب الأضواء بتاعة الدرس ده؟ نعم يا مس، معاكي صفحة كتاب الأضواء بتاعة الدرس ده يا رهف؟ طيب صوريها وبعتيها لنا كده على على الجروب. أنا عندي صفحة التدريبات بس بتاعة الدرس ده بتاع كتاب الأضواء التدريبات بس. بتصوريها يا رأف؟ تمام. تمام. طيب احنا كده طيب كده احنا نكون خلصنا مع تاني درس، والدرس اللي بعد كده هيكون فاضل لنا درس ثمرة عبادة الله، ودرس يسر الإسلام في العبادات زي الطهارة والصلاة، احنا خدنا يسر الإسلام في الصلاة صح؟ خدناه مع بعض. ايوه طيب يبقى كده فاضل لنا 3 دروس. ندخل على الدرس اللي بعد كده، هنراجع مراجعة سريعة كده ونعرف أهم النقط اللي فيه، وهنرجع تاني نراجعه مع بعض المرة الجاية. ثمانية واحدة جيبوا. درس بيتكلم عن ثمرة عباد الله، في صفحة كده، الصفحة باينة عندكم ولا مش باينة؟ تمام. الصفحة باينة عندكم ولا مش باينة؟ هو طلع لا يا مس سودة، في شيء سودة مش واضحة؟ عليها، لا فيها شخبطة كده. طيب الدرس الثاني معانا بيتكلم عن ثمرة عبادة الله، اللي هو الدرس الثالث في الوحدة. يعني ايه ثمرة عبادة الله؟ الدرس ده بنفهم فيه معنى العبادة، وان العبادة ليست منحصرة على الصلاة والصوم والزكاة
واركان الاسلام، مش هي دي بس العباده، ما بقاش انسان مثلا بقوم بصلي وبعبد ربنا وبتقي الله بس، ما قاعد ما بعملش اي حاجه غير كده واقول ان انا كده بعبد ربنا. لا، بيقول لنا في الدرس هنا ان العباده ليست منحصره على الصلاه اللي هي المذبحه والسجاده والمسجد، ان انا مثلا اكون قاعد في المسجد بصلي وبسبح والكلام ده، وليست مجرد صلاه او صيام او زكاه، مش هي دي العباده. إنما العبادة في الإسلام هي اتباع منهج الله وحده في كل أمور الدنيا، في البيت وفي العمل وفي الطريق وفي المدرسة وفي الحقل وفي المصنع، في إتقان العمل وفي التعامل الحسن مع الآخرين، وفي الخوف من الله ومراقبته في كل صغيرة وكبيرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا زي ما قلنا، ما كنش بعبد ربنا وبصلي وبصوم، مثلا يكون في راجل بيعبد ربنا وبيصلي وبيصوم وبص يعني، ومش سايب اي فرض من فروض ربنا غيره وبيعملها، لكن ما بيشتغلش ومتواكل على الناس، ان الناس هي اللي تجيب له رزقه ورزق عياله وتأكله وتشربه، وما بيكونش عنده حسن خلق وبيطلع يأذي الناس بلسانه هو بيأذي الناس بأفعاله، ويقول لا اصلك انا بعبد ربنا وبصلي وبصوم كده، مش دي مش عبادة. العبادة مش في الصلاة والذكر والصوم فقط، لكن العبادة في إتقان العمل، إن يكون إنسان شايف شغله ومش متواكل على الناس في طلب الرزق، لكن بيكون متوكل على الله سبحانه وتعالى وبيكسب من عمل يديه، وفي إتقان العمل في البيت، إن أنا أساعد والدتي في أعمال البيت، أو إن والدتي مثلا أي حاجة بتعملها في البيت من نظافة أو ترويق أو أكل بيت، كل ده عبادة، كل ده عبادة لله سبحانه وتعالى. مذاكرتي عبادة، إن أنا أتقن المذاكرة بتاعتي وأتقن عملي عبادة، إن أنا أتعامل مع الناس بأسلوب كويس بأخلاق وبأخلاق كويسة ده عبادة، إن أنا أخاف من ربنا في كل كبيرة وصغيرة ده عبادة، وإن أنا راقب ربنا في كل أفعالي ده عبادة. مبقاش مثلا بعمل كل حاجة كويسة قدام الناس وباين قدام الناس ان انا بتصدق وبطلع فلوس من معايا وبتصدق بيها، وباين قدام الناس ان انا بدخل المسجد، لكن انا اصلا من ورا الناس بعمل افعال مش كويسة، او ان انا مثلا بعمل كده رياء عشان الناس تقول عليا ان انا بطلع فلوس لله، او الناس تقول عليا ان انا بدخل المسجد وبصلي. يبقى العبادة هي إتقان العمل في كل أمور الحياة، والعبادة هي اتباع منهج الله في كل أمور الدنيا، مش في الصلاة والصوم والعبادات اللي احنا عارفينها فقط. برافو عليكي. والصبر على الشدائد عبادة، إن احنا نصبر على كل شيء ربنا عطاهولنا ده عبادة. يبقى العبادة مفهومها ليس محصور على الصيام والصلاة، ولكن اتباع منهج الله في كل أمور الدنيا بيكون هو ده العبادة الحقيقية، وإن احنا نستشعر وجود ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة احنا بنعملها. طيب، في سؤال هنا بيقول لنا، هل ربنا بيكافئ الناس على عبادتهم دي؟ ربنا بيكافئ كل واحد في الدنيا على اللي هو بيعمله وعلى عبادته، وزي ما قلنا قبل كده هنقول ان في حق ناس من ديانات تانية، او مثلا ممكن يكون في واحد مسيحي او واحدة مسيحية بتتقن عملها واخلاقها كويسة جدا وبتساعد الناس وحنينة على جيرانها وفي شغلها كويسة وكل ده، هل ربنا هيجازيها على العبادة؟ ما هو كل اللي هي بتعمله ده يعتبر عبادة، فهل ربنا هيجازيها على العبادة اللي هي بتعملها دي؟ طبعا، زي ما قلنا إن ربنا هيجازيهم على أعمالهم في الدنيا فقط، ربنا هيديهم رزقهم في الدنيا، هتلاقي ربنا على طول موسع عليهم، مش هيكون عندهم أمراض ولا ابتلاءات إلا يعني قليل منهم، فربنا بيديهم كل اللي هم عايزينه بيطلبوه في الدنيا، لأن هو ربنا بيجازيهم على عدم إيمانهم في الآخرة. لكن المسلم ربنا بيجازيه على العبادة بتاعته في الدنيا وفي الآخرة، ربنا بيجازيه على هذه الإيه العبادة. طيب، ليه ربنا مش هيجازيهم على العبادة بتاعتهم دي في الآخرة؟ أول حاجة، لأن هما ما كانوش بيعملوا كده بنية العبادة،
يعني لما كل اللي هما بيعملوه ان هما يفيدوا حد بعلمهم، ما كانوش بيعملوا كده بنية العبادة، لكن كانوا بيعملوها كانوا بيعملوها بنية أي حاجة تانية، بنية الاجتهاد، بنية كسب المال، بنية أي حاجة تانية، أو هي ده حاجة في شخصيتهم، لكن ما كانوش بيعملوا كده بنية العبادة، وما كانوش بيعملوا كده عبادة لله، ولم يكونوا مؤمنين أصلا، ما كانوش مؤمنين أو مسلمين، فعشان كده ربنا هيجازيهم بالأعمال بتاعتهم دي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فربنا هيحاسبهم على عدم إيمانهم. عدم إيمانهم ده ربنا هيحاسبهم بيه فين؟ في الآخرة. وزي ما قلنا إن المسلم عليه إن هو يتوكل على الله في طلب الرزق، يروح يشتغل ويتقن في عمله، وربنا هو اللي قادر إن هو يرزقه، إذا كان بالرزق القليل أو بالرزق الكثير، زي ما ربنا رايد هيرزقه، فيتوكل على الله ويكسب ويأكل من عمل يديه. وربنا حرم التواكل، التواكل ده على الآخرين، إن الإنسان يقعد ويستنى إن حد يأكله ويشربه هو وعياله، بنية إن هو قاعد في المسجد وبيتعبد وبيصلي ومش فاضي، وماسك المسجد بقى وماسك أمور المسجد، فمش فاضي إن أنا أروح أشتغل، فمعلش أنتوا بقى أكلوا وشربوا عيالي وتصدقوا عليا. ده اللي هو التواكل اللي ربنا نهى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وبيقول لنا هنا ان كل الانبياء كانوا بيكسبوا وبيعملوا من عمل وبياكلوا من عمل يديهم، بيحصلوا على، وكانوا بيشتغلوا وبيكدوا في اعمالهم عشان يشتغلوا يكسبوا ايه، يكسبوا او عشان ياكلوا من عمل يديهم. طيب مين كان اشهر الانبياء في هذا الامر؟ مين كان اشهر الانبياء؟ سيدنا قولي داود عليه حبيبي. السلام، سيدنا سيدنا داود داوود عليه السلام. طيب ايه المهنة اللي كانت اكثر شيوعا عند مع الانبياء؟ ايه المهنة اللي كان اكثر الانبياء بيشتغلوها؟ الراعي. راعي الاغنام. برافو عليك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم برضو كان بيرعى الاغنام، وقال سيدنا محمد قال: ما بعث نبي إلا ورعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يبقى حتى الأنبياء كانوا بيكسبوا وبيشتغلوا من عمل يديهم، وما كانوش بيستحقروا العمل اللي هما بيعملوه ده، ولا كانوا بيستقلوا بيه، وكانوا أي حاجة بحلال بتجيب لهم رزق حلال وكسب حلال كانوا بيعملوها. تمام، وكده نكون أخدنا نبذة برضو عن تاني درس معانا، وإن شاء الله أول المرة الجاية أول حاجة هنعملها نحل أسئلة عليه سريعا، وناخد الدرسين اللي فاضلين معانا. ماشي.